بعينيك وهج التحدي ظهر. تقدم وأطلق ودعها تدر، فهذا أوان انطلاق الشعب. مرحبا فيكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إنه أنا بدي أشتري بلبل حلو. طبعا هاي حلبة، أنا ما عندي حلبة طبعا، مش فاتحها وفتحتها وهيك، بس ما صورت فيديوهات. فنعم بدي أشتري المنجل الجارح. طبعا بلبل هجومي دامر، وهي القطع وكل شيء عمال الأردن. ويلا هذا هو البلبل. وطبعا في بلابل كثير، في لحى، في لحى المتجدد، وفي يعني نصاق، والكلب متوحش، والحصان الجامح، والمحارب الشرس طبعا، وخفاش نار، والتنين المدمر. واللهيب المستعر. وأيضا آخرا الشجاع المنتصر. عفوا. وطبعا هذا هو البلبل اللي اشتريته أنا، المنجل الجارح. طبعا هون في مباريات مسابقات لكم، ان شاء الله راح نفتحه مع بعض ونشوفوا كيف شكله. انا رجعت لكم من قناة عالم مروان بفتح علبة انبوكسنج البلبل المنجل الجارح. طبعا بلبل هجومي رايت سبين. العلامات اللي لازم تتأكدوا منها هي بي باتل بيرت، وتوي برو، تكارتا ميوس، بيستون، دامر طبعا اللاعب، لير ديسك ديب، اللير طبعا دي تو، ديسك فورس، وبيكومن ستيب. هون كيف بتحط الاستيكرز، بتقدر تغير قطع من بين البلابل. هون ما هو هذا البلبل. ويلا نبلش نفتح العلبة. أول شي بيجي هون تعليمات، طبعا التعليمات في هيها النقاط، نهاية خارج الحلبة، نهاية النجاة، نهاية التدمير. نهاية النجاة المفروض مش نهاية النجاة ولا نهاية التدمير، المفروض بيرش، المفروض توقف عن الدوام، وهاي المفروض خروج خارج الحلبة. وهاي هي طبعا بيجي ستيكرز، هون الستيكرز اللي بتحطيه على البلبل، وهنا نقول البلبل، وهي البلبل. وطبعا تبعت الريبكورد، طبعا هاي الريبكورد، وهاي هو البلبل. خلينا نبلش بالدرايفر اللي هي عفوا تيب، هي المفروض اسمها درايفر مش تيب، بس عادي. هاي هي درايفر هجومية طبعا على شكل نجمة. وبيجي عندكم كمان الفورس ديسك، واخر قطعة من البلبل اللي هي الديتو لاير، يعني من اخر قطعة من المنجل الجارح. هاي اخر قطعة من المنجل الجارح. طبعا البلبل بتركب هكذا، هيك بتركب البلبل. هذا هو البلبل. طبعا بيجي معاك جهاز الاطلاق، ريب كورد، هاي هي الريب كورد، زي هيك بتيجي تفتحوها زي هيك. هاي الريبكورد هيك بتركب مقبض الإطلاق،
تمام، ميل كتير. والستيكرز خلينا نحطهم، الستيكرز خلينا نخلص الستيكرز. هسه بدنا نعمل تست سبين، يعني نجربه بالحلبة. خلينا نجيب الحلبة، استنى شوي. هاي هالحلبة نجيب مقبول الإطلاق. هيا ويلا نبلش. 3 2 1 اي صار. بس طبعا اصلا البلبل هذا هجومي، بس غريب يكون هيك يروح على المركز هجومي. يعني في شجاع المنتصر، طبعا في انا عندي شجاع المنتصر فاتحه بس مش مصور فيديوهات، راح اعمل ان شاء الله فيديو عشان اشرح لكم عنهم. وشكرا لمتابعتكم الفيديو، اشتركوا في القناة، حطوا لايك، فعلوا جرس التنبيهات عشان نصلكوا كل فيديو جديد. باي.